السلام عليكم. عندنا سلام، شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك وبارك الله بك على جهودك الحلوه. يعني صراحه اول مره يجينا رئيس وزراء شريف، والله العظيم، والتمسنا منك كل شيء. الله يحفظك. انا عندي نقطتين. النقطه الاولى، حي الجهاد صار لها سنه محفره، يا كل سنه يجينا واحد يسوي الارصفه ويبوك ويروح، والله متعذبين بهاي الارصفه المحفره.